أخبار المهرية باختصار. التحالف يقول إنه دمر 7 مخازن الطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي بصنعاء. الطائرات الحربية شنت غارات على منطقة 70، إحداها استهدفت جسراً في تقاطع المصباحي. البحرية الأمريكية تعلن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة بعد اعتراض سفن صيد في بحر العرب. البحرية الأمريكية قالت إنها صادرت ما يقرب من 1400 بندقية يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين. وزارة الصحة تعلن تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا في محافظتي حضرموت والمهرة خلال الساعات الماضية. إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ نحو 2000 حالة، فيما تماثل للشفاء أكثر من 7000 حالة. وفاة مشجع مغربي عقب خسارة نادي الرجاء كأس السوبر الأفريقية أمام الأهلي المصري. المشجع المغربي توفي جراء سكتة قلبية بعد مشاهدته للمباراة في أحد مقاهي مدينة الدار البيضاء. بيع أول رسالة نصية قصيرة SMS بمزاد علني في باريس مقابل 121,000 دولار، وستدخل الرسالة العام المقبل عمر 30 عاما منذ أن بعثها أحد المبرمجين في العام 1992. إلى اللقاء باختصار آخر.